السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم بإذن الله سنقوم بتحضير حلوة لاكريم بكريمة الليمون الحامض أو ما يسمى بجاتو سواغي. إذا أعجبتكم وصفة اليوم المرجو الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد، وذلك بالضغط على الزر الأحمر زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو. أتمنى لكم فرجة ممتعة وأترككم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة لمقادير الجينواز أي الكيكة الإسفنجية، سنحتاج إلى 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كأس من الدقيق ما يعادل 120 غرام، كذلك 120 غرام من السكر، كأس إلا ربع، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات البيكنج باودر، قشرة حامضة مبشورة، قبصة من الملح. نمر لطريقة التحضير. أولا بسم الله نضع قبصة ملح، البيض، ثم نضيف السكر ونخفق السكر مع البيض جيدا إلى أن يتضاعف الحجم 3 مرات ضروري ثم ضروري، وكذلك إلى أن يصبح لونه وقوامه مثل الكريمة تقريبا 8 دقائق. بسم الله بسم الله. نأخذ الآن الدقيق، الدقيق يجب أن يكون منخول مرتين من الأحسن، وكذلك خميرة الحلويات البيكنج باودر. نضيف الآن قشرة الليمون ثم نبدأ بإضافة الدقيق مع الخميرة بسم الله مع التقليب بهذا الشكل من الأسفل إلى الأعلى بهذا الشكل لكي نحافظ على قوام البيض والسكر. المرجو احترام هذه الخطوة لأنها خطوة مهمة في نجاح الجينواز، كما تلاحظون هنا من الأسفل إلى الأعلى هكذا مع إضافة الدقيق شيئا فشيئا إلى أن نكمل باقي الدقيق. نأخذ الآن قالب أو إطار. أنا هنا استعملت إطار، قمت بتغليف الإطار بورق الألمنيوم، ثم هنا قمت بوضع ورق الزبدة. الإطار بقياس 20 و20. بسم الله نأخذ خليط الكيكة ثم نصبه داخل الإطار. ندخل الكيك الآن إلى الفرن. درجة حرارة الفرن تبقى حسب نوعية الفرن. أنا هنا سأقوم بإدخال الكيك على درجة حرارة 150 في فرن بارد لمدة 50 دقيقة. ها هو شكل الكيك بعد إخراجه من الفرن. سنقوم الآن بإزالة القشرة الموجودة فوق الكيك هكذا تزال بسهولة. الآن نمر لتقطيع الكيك. سأريكم طريقتي في تقطيع الكيك. أولا نقوم بتعليم الكيك مثلا إلى قسمين أو ثلاثة كما ترون هنا بواسطة سكين على كل جوانب كما فعلت أنا هنا، ثم نأخذ خيط عادي وندخل الخيط في الأماكن التي قمنا بوضع علامات فيها. سأريكم من هنا لكي تكون الطريقة واضحة. كما تلاحظون هنا سأقوم بإدخال الخيط في الأماكن التي قمت بتعليمها، ثم بسم الله بهذه الطريقة سأبدأ بعمل بهذا الشكل هكذا إلى كما ترون هنا سأريكم هكذا إلى أن يقطع جميع الكيك. إذن ها هو شكل الكيك بعد تقطيعه إلى 3 قطع متساوية. نمر الآن لتحضير الكريمة. بالنسبة لمقادير كريمة الليمون الحامض، سنحتاج إلى 6 ملاعق كبار من السكر ما يعادل 100 غرام. هنا لدينا عصير ليمونتين ونصف أي تقريبا 10 ملاعق كبار، أصفر 3 بيضات، ملعقتين من النشا ملعقتين كبار، ثم 80 غرام من الزبدة. نمر لطريقة التحضير. في كسرول بسم الله نضع المكونات. سنضع أولا الليمون ثم النشا، نمزج لكي يذوب النشا. بعدما أضفنا السكر نمزج قليلا، ثم نضيف أصفر البيض، أصفر 3 بيضات كما قلت سابقا، ثم نضع الزبدة ونضع الكل فوق النار، نار خفيفة جدا أو على حمام مائي.
كملاحظة فقط، كمية السكر يجب أن نتذوق الكريمة بعد أن تصبح جاهزة، لأن الليمون الحامض تختلف الحموضة من نوع لآخر. إذا وضعنا الكريمة فوق النار يجب علينا أن نحركها باستمرار لكي لا تلتصق بالقيح. يجب أن نتذوق الكريمة، إذا احتاجت للمزيد من السكر فنقوم بإضافته، لأن درجة حموضة الليمون الحامض تختلف من نوع لآخر. نستمر في التحريك إلى أن يصبح لدينا قوام ثقيل كما ترون هنا. أما هنا سنقوم بخفق الكريمة السائلة أو الكريم فريش القشدة الطرية. ممكن أيضا استعمال كريم شونتي بودرة مع الحليب، نخفقه إلى أن يتضاعف الحجم. ضروري أن يكون أو تكون الكريمة جد باردة. سنقوم باستعمال 250 غرام أو 200 غرام. نأخذ الآن قطعة من الجينواز نضعها وسط الإطار، ثم نسقي بالسيرو المكون من الماء والسكر وقطرات من الليمون الحامض. نسقي الكيك جيدا، ثم نقوم بإضافة كمية قليلة من الكريمة، كريمة الخفق، ونبسطها. هنا سأزيل الإطار، سأضيف نصف كمية كريمة الليمون وأبسطها جيدا بهذا الشكل، ثم سأقوم بإضافة كمية أخرى من الكريمة ونبسطها فوق كمية كريمة الليمون. نقوم بوضع طبقة أخرى من الجينواز بسم الله، ثم نقوم بعمل نفس الشيء، نفس خطوات الطبقة الأولى. أولا نسقي الكيك، نضع كمية من كريمة الخفق الكريم شانتيي، ثم كريمة الليمون الحامض. ملاحظة، يجب أن تكون الكريمة باردة ونبسطها كذلك مثل الطبقة الأولى، ثم نقوم بوضع كمية أخرى من كريمة الخفق، ثم الطبقة الأخيرة من الجينواز نسقيها كذلك جيدا، ثم نقوم بوضع كمية أخيرة، طبقة أخيرة من كريمة الخفق، ثم نقوم بإدخال الكيك إلى المجمد أي الفريزر لكي تتماسك. بالنسبة لمكونات الغلاساج، لدينا 100 غرام من عصير الليمون الحامض ما يعادل 10 ملاعق كبار، ثم 100 غرام من السكر. السكر يبقى حسب حموضة الحامض أو الليمون الحامض. ثم هنا لدينا ورقة واحدة من الجيلاتين. الكثير من الأخوات يظنون بأن كل أنواع الجيلاتين حرام، هناك نوعين حلال. بالنسبة لهذا الجيلاتين على شكل ورقة، هو من أصل حيواني، هناك جيلاتين من الخنزير وجيلاتين من البقر، هذا النوع هو من البقر أي أنه حلال. وهناك أيضا الجيلاتين المعروف، الجيلاتين بودرة، جيلاتين أغار أو البيكتين، وهو حلال 100%، مستخرج من طحالب البحر الحمراء. نضع الجيلاتين في الماء، ماء بارد، ثم نأخذ عصير ليمون الحامض مع السكر، نضيف السكر ثم نتذوق، نضعه فوق النار إلى أن يذوب السكر. بعد أن يغلي السكر ثم الليمون، نطفئ النار بسم الله، ثم نضيف ورقة من الجيلاتين ونمزج هكذا. ممكن إضافة كذلك القليل من الملون الأصفر، أنا هنا سأقوم بإضافة القليل من النكهة، نكهة الليمون الحامض، ستعطيني نكهة مع اللون. اسم النكهات هو ميغاروم. إذن سأضع القليل فقط لأنني أريد إصفرار قليل. إذن أترك الخليط إلى أن يصبح دافئ. بعد أن أصبح الغلاساج بارد بسم الله، نصبه فوق الكيك وندخلها إلى المجمد إلى أن تتماسك على الأقل ساعتين. ها هو الكيك بعد إخراجه من الثلاجة. بسم الله، الآن نبدأ بتقطيع. كما ترون هنا قمت بتقسيم الكيك إلى قطع متساوية بسم الله. نستمر في تقسيم الكيك بسم الله،
على هذا الشكل. اذا متابعينا الكرام، ها هي نتيجة الحلوى، حلوى بكريمة الليمون النهائية. اتمنى ان تنال اعجابكم وان تجربوها. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد، وكذلك عمل لايك للفيديو ولصفحتنا على الفيسبوك صفحة وصفة نت. الى وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.